هذا هو حال مقبرة اليهود في الكاف، تعرضت للنهب والإتلاف إبان الثورة التونسية وتنامي نشاط تيارات دينية متشددة. كنيسة الغريبة بالكاف أيضا بجدران متداعية تركت للفراغ رغم محاولات جانب من الأهالي حماية ما تحتويه من تراث يهودي سكن في الجهة منذ القدم كجزء لا يتجزأ من هويتها الحضارية والتاريخية. الشيء المؤسف اللي هو اندثار المعلم هذا، وخاصة ما نقولوش اتلاف الموبيليه الاثاثي اللي متواجد فيه، لحسن الحظ تم تخزينه في مخازن متحف العادات والتقاليد، ويبقى يعني من بعض الاشكاليات حاليا فيه مشروع نتاع صيانة وترميم، لكن تأخرت جراء إجراءات إدارية. مش نبقاو بالطريقة هذه ونرفض كل ما هو خارج على الدين الإسلامي في بعض السلطات الإشراف. في الحقيقة معظم الديانات ومعظم المعالم الأثرية تعود لفترات مختلفة سيتم اندثارها، وما نجموش نتواصلوا بالطريقة هذه. سالم زواري واحد من أهالي الكاف ممن عمل على حماية تراث اليهود في الجهة من الحرق والسرقة. حسرة كبيرة لدى سالم على ما آلت إليه مقبرة اليهود التي تتركز إلى جانب مقبرة للمسلمين وأخرى للمسيحيين أيضا، مشهد للتسامح الديني والانفتاح وصورة من تراث واحد رغم تنوع مرجعياته، لكنه اليوم مهدد بالاندثار. 56 ليلة في المدينة العتيقة تواجدوا في المتحف لحماية المتحف والتنقل بالفرق فرق باش يحموا بومخلوف، باش يحموا البازيليك ويحموا القصبة ويحموا المعالم الأخرى في المدينة العتيقة. 56 ليلة والأشخاص في غياب الدولة وفي غياب الأمن اللي كان لاهي بأمور ما أخطر. وهذه واحدة من أقدم الكنائس في الكاف، صرح البازيليك وزاوية سيدي مخلوف ومزيج من معمار حي تركته أديان وحضارات وتعاقبت عليه أزمنة وحقبات وتسيير بإدارات تعمل دون تنسيق فبين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة الشؤون الدينية والبلديات المحلية في الكاف، سجال إداري وتسييري لا ينتهي على المقدرات التراثية والمعمارية الفريدة من نوعها في الكاف ويدفعها لفراغ الإهمال والتخريب. هذا نداء للسلطات الجهوية ماذا بينا تتدخل وعلى مستوى المعالم هذه باش تنجم الأخرى تحافظ على وتم توظيفها، وخاصة نداء هذا للمستثمر. خلينا علاش نبقاو ديما احنا ضد الاستثمار في المعالم؟ علاش خلي ثم كرة شروط تتضع للخواص وخليه يستثمر المعلم، ينجم يوظفوا في قرى حرفية، ينجم في معروضات للصناعة التقليدية، ينجم موجودة الاستغلالات هذه، لكن يبقى ديما تحت إشراف السلطات المعنية بالأمر. الكاف بتراثها اليهودي والمسيحي والإسلامي نسيج استثنائي بين المدن بتاريخ وحياة عاشها أهالي الكاف مع اليهود والمسيحيين، لفظوا عن مدينتهم عناصر التطرف والانغلاق التي حاولت تحويل وجهة هذه المعالم إلى منابر لخطاب ديني متشدد وحافظوا عليها ورمموا غالبها، غير أن كل هذا لا يكفي لاستغلال وحسن لتوظيف فراء معماري وتاريخي قل وجوده في قلب المدينة والحياة بين الناس. من مميزاتنا كدين تسامح، واليوم للأسف جانب منه أصبح يرمز إلى التشدد وإلى التعصب وإلى القتل والدمار، وطبعا مقابل هذا يجب أن تكون سياسة التراث وسياسة إبراز هالتراث هذه هي إجابة حضارية لهذه المخاطر. الكاف بمساجدها وكنائسها ومقابرها ومعابدها يراها أهاليها تحفة على قمة جبل تأبى الاندثار وتبحث عن طريق يشع بالمدينة وتراثها الديني والحضاري ويجعل منها قبلة للزوار من كل أنحاء العالم.
تراث ديني ومعمار حي في قلب الكاف، مخزون حضاري وتاريخي محمل برسائل انفتاح وتسامح بين الأديان منذ القدم، رغم الأهمال والترك الذي يعانيه منذ عقود من الزمان. من محافظة الكاف شمال غرب تونس، جلال موانع لليوم عار الحرة.